المؤتمر ده هنعمل حاجة على هامش فكرة تعال وانظر. قبل كل محاضرة هناخد خطية ونعالجها، عشان ايه؟ ساعات الموضوع ده بيفلت مننا. هركز ان كل محاضرة قبلها خطية في 10 دقايق ربع ساعة بنعرضها وبنحط علاج، عشان برضو يبقى الكلام فيه جزء عملي كتير. اول خطية ابتدي بيها الغضب، عشان انا عارف دي ايه منتشرة للأسف. بص، علمونا في الطب في 5 حاجات كده لازم تفكر فيهم، في ترتيب أفكار تمشي عليه: الأعراض، الأسباب، المضاعفات، العلاج. طبعا في حاجات تانية ممكن تتقال، بس خلينا في 4: الأعراض، الأسباب، المضاعفات، يعني لو سبته هيوصل لإيه، وبعدين العلاج. ساعات نحط الوقاية نمرة 5، أنا ما أقول فيه نمرة 5 أنا نسيت، إنما خلينا العلاج والوقاية مع بعض. أنا برضو مش هفتحها مناقشة، مع أنه طبعا لأن عندكم خبرة عظيمة في الغضب، فأكيد لو فتحت مش هنخلص، إنما هقول باختصار شديد عشان هي مجرد يعني مراجعة كده لحاجات كتيرة سمعتوها وقريتوها أكيد. أولا الأعراض زي ما قالوا الآباء تبدأ من القلب، ان القلب يضطرب، وتنتهي حتى بانفعالات جسدية، ان الواحد يرزع ويخبط ويكسر ويسوق بسرعة ويخبط حد، كل ده اسمه غضب، او يأذي او يضرب، كل ده اسمه غضب. عشان كده ربنا يسوع لما قال سمعتم انه قيل لا تقتل، انا اقول لكم ايه؟ لا تغضب. يعني لأن القتل آخر خطوة في الغضب، فاهمين الفكرة؟ الغضب يبدأ بانفعال وينتهي ممكن بحاجة زي القتل. في النص بقى الأعراض إيه؟ العقل بيغضب. يعني إيه العقل يغضب؟ يفكر بطريقة غضوبة فيها إيه؟ غالبا فيها انفعال، فيها كبرياء، فيها غيظ. يعني مثلا هو مش عارف بيكلم مين، طب ده انا ممكن اعمل وسائل، كل ده في دماغك، كل ده اسمه غضب. وبعدين درجة ثالثة من الغضب غير القلب والعقل، الوش، يبان على وشك الغضب. احنا لسه ما اتكلمناش، ما نطقناش، لكن الوش نفسه غضوب. اللي انا اقصده ان الوش لما يكشر يبقى ده غضوب بطبعه، يبقى مش بس بيغضب، ده غضوب، يعني اصبحت صفة ملازمة ليه. فمين في فرق بين واحد كذب وواحد كذاب؟ الشيطان اسمه كذاب، يعني على طول الخط كذاب. وفي واحد مرة كذب، في واحد مرة غضب وتاب وبيقاوم، وفي واحد غضوب. غضوب يعني أصبحت صفة ملازمة. فالغضوب بقى يبقى وشه كشري على طول، وعينيه حمرة، وهكذا. تنزل على المستوى الرابع اللسان، ده كل ده في الأعراض، خلي بالكم. الأعراض إيه؟ اللسان بيبرطم بقى، من أول الأفأفة للشتيمة للإهانة لكل ده، التجريح، كل أنواع الكلام، الحدة في الصوت، نبرة الصوت غضب. يعني مجرد أن أنت معلي صوتك في المناقشة، ده درجة من درجات الغضب. ما بالك بقى لو كنت بتقول كلمة جارحة، ولا بتقول. عشان كده المسيح لما اتكلم عن الغضب قال من قال لأخيه رقى، يعني رقى دي يعني إيه؟ زي وحش كده، كلمة يعني في قاموس الشتايم مديح بالنسبة. إنما يبقى مستوجب الحكم على طول. طبعا أسوأ درجة هي درجة الانفعال الجسدي، إنك أنت بقى تكسر كوباية، تكسر دماغ حد، يعني تأذي يعني. يبقى هي كل دي أعراض للغضب. كلنا بنغضب، لأنه يقولوا القديسين من لا يغضب قد اكتمل في كل شيء. يعني دي درجة عالية قوي، لأن الغضب الداخلي على الأقل ما موجود. وفي غضب نقي مش موضوعنا، انك تتضايق من الغلط. المضايقه من الغلط دي صفه الهيه، وده اللي لما يقولوا ربنا غضب، ربنا غضب دي قداسه، دي مش خطيه، بمعنى لما يتضايق من حاجه غلط. فكونك اتضايقت من سرقه او من كذب ده مش غلط، لانه ده طبيعي، ده انت ابن ربنا فبتتضايق من الغلط. لكن كرهت الشخص، دخلنا في حته غلط، زعقت، كشرت، أهنت، غلط. عشان كده يقول اغضبوا وإيه ولا تخطئ. يبقى دي الأعراض باختصار. المضاعفات الأول، مضاعفات مهولة، لأن زي ما قلنا الغضب قد ينتهي بالقتل.
والإنسان الغضوب يفقد سلامه. أول مضاعفة إنسان ما عندهش سلام، الشخص الغضوب فين سلامه؟ ما فيش طبعا. الشخص الغضوب المنفعل قراراته عادة خاطئة. يا مناس خربت بيوتها بسبب انفعالات غضب، خدت على أساسها قرارات باظت العلاقات. يا ما إخوات خسروا بعض بسبب الغضب، وصلنا إلى قرار منفعل كان. إذن المضاعفات خسارة الناس، خسارة السلام، طبعا خسارة الحياة الروحية كلها، لأن يقول الغضب يفسد الحياة الروحية. يعني تيجي تصلي خلاص هتصلي إزاي؟ تيجي تقرأ الإنجيل مفيش نفس خلاص، كأنه كتاب مقفول قصادك لأنك غضوب. تيجي تقف في القداس خلاص بتبص في الساعة مش مستحمل، الغضب واكل عقلك وقلبك، فمفيش طعم لأي حاجة روحية. فواضح أن الغضب بيقف حاجز بينك وبين ربنا لدرجة أنه ولا حاجة روحية لها طعم. وقد يزيد لدرجة بقى خطايا أصعب، زي الكره، زي الانتقام، زي الأذية، أنك تأذي إنسان طبعا مرتبط بخطايا أخرى زي الإدانة، أنك بتقعد تتكلم عن الناس اللي أنت غضبان عليهم كتير وبتجيب سيرتهم كتير، وكل ده ما الخطايا خلي بالكم شبكة، الخطايا مشبكة زي ما الفضائل مشبكة. يعني تلاقي الوديع متواضع محب لطيف وكله بيجيب بعض، وتلاقي الغضوب مليان إدانة وكبرياء ورياء وكله برضو بيجيب بعض. طيب نمرة ثلاثة نشوف الأسباب. أسباب الغضب ضخمة. يعني إيه؟ فعلا زي ما تقولوا في الطب الصداع تلاقوا ممكن 100 سبب تحت كلمة صداع، كذلك الغضب. الغضب في الحقيقة عرض أكتر منه مرض، لأنه خطايا كتير قوي توصل للغضب. زي إيه؟ الكبرياء أبو الغضب، وأم الغضب، معلش التعبيرات دي بيقولها يوحنا الدرجي، فمعلش يعني بيقعد يلقب كده الخطية بأبوها وأمها وولادها وعيلتها ويلعنهم في الآخر، بس يعني طريقة القديس يوحنا الدرجي. إذا كان الكبرياء أم الغضب، أبو الغضب، عدم المحبة أم الغضب. يعني إيه؟ يعني دول أساس الأساس بتاع الغضب. كل من يغضب كسر فضلتين مهمين جدا، التواضع والمحبة. أقولها تاني عشان القاعدة دي مهم. كل اللي بيغضب بأي درجة معناه هو فشل في فضيلة التواضع وفشل في فضيلة الحب، أتليست في اللحظة دي. فاهمين الفكرة؟ أنت لما بتغضب يبقى مش عارف تحب اللي قصادك، ولما بتغضب تغضب كخطية طبعا، يبقى أنت مش متواضع كفاية. فتبقى عارف أن دول بالذات يدخلوا السماء، فأنت في اللحظة دي خسرت حاجة كبيرة قوي، أنك معرفتش تحب أو معرفتش تبقى متواضع. من احنا بنقول الأسباب دلوقتي، أسباب بقى كتير قوي. سبب ثالث تقولوا العمة ولا الخالة ولا حب الفلوس. طبعا حب المال يولد غضب على طول، تلاقوا الانسان اللي بيخاف على الفلوس غضوب، يزعل على القرش جدا ويتخانق عليه. خطيه اخرى الانانيه، اللي بيحب نفسه زياده غضوب، طبيعي لان هو بيخاف على كرامته زياده. حاجه ثالثه اخرى يعني مرتبطه بالغضب، الشهوه. الإنسان الشهواني اللي يأكل زيادة ولا تبقى عينيه مفوتة، الشهواني مرتبط بالغضب. كل دي خبرات الآباء القديسين يقولوا كده، الشخص اللي الشهوة غلباه يبقى غضوب بطبعه. الغريب إن كمان اليأس وصغر النفس يجيب غضب. يعني الشخص اللي حاسس إنه إلا ومستصغر نفسه عنده إحساس باليأس تلاقوه غضوب برضه. يبقى الكبرياء يجيب غضب، واليأس أو يعني الإكستريمز يجيبوا غضب برضو. في أسباب بقى مش روحية، زي مثلا الإرهاق. الإرهاق يزود فرصة الغضب. المرض يزود فرصة الغضب، بس مش بالضرورة. فاهمين إزاي؟ يعني مش لازم يخلوا، لأن أبونا البابا شنودة على آخر أيامه كان متألم جدا لكن كان باله طويل. طب إذا مش بالضرورة، فاهمين إزاي؟ الألم والمرض والإرهاق ممكن يخلوا الواحد غضوب، بس دي مش حج. أنا أقصد إيه؟ دي بتساعد في فرصة الغضب، لكن برضو النسك الزائد، أو طبعا دي ملناش دعوة بيها الحتة دي، بس يعني يقولوا كده لو واحد قاعد صايم مثلا يومين ممكن يغضب، ده في حالة لو هو حاجات دي ما بتحصلش عندنا. قلة النوم ممكن، وهكذا.
أهم نقطة بقى العلاج. العلاج أو الوقاية والعلاج، أول خطوة في علاج الغضب التوبة المستمر. وخلي بالكوا دي قاعدة تقريبا في 8-9 خطايا اللي هنقولهم طول المؤتمر. التوبة يعني ما تفوتش لنفسك مرة غضبت وتبلعها وتعديها كأنها حاجة عادية، لا كده مش هتتصلح. كل مرة تتشد أو تغضب بأي درجة من اللي قلناهم، حتى لو درجة داخلية، فاهمين؟ يعني الناس ما سمعتش كلمة بايخ، بس انت من جواك اضطربت، انزعجت، مخك برطم، يعني قال كلمة في دماغك، تحتاج إلى توبة. يا رب في سرك برضه، يا رب سامحني، يا رب شيل مني الغضب، يا رب وسع قلبي شوي، يا رب حررني من الكبرياء اللي وقعني في الخطية دي. إذا أول علاج لأي خطية خلوها دايما توبة مستمرة. يعني ما تعذرش نفسك. مشكلة ناس كتير في الغضب يا جماعة، أكتر حاجة تعطل علاج الغضب إن الواحد بيعذر نفسه. واحد يقول لك ما أنا أصل عندي ضغط، وعشان عندك ضغط تطيح في الناس. لا، ويعني أصل هما مستفزين. لا، طول ما أنت بتقول كده مش هتتعالج. أصل الدنيا حر، أصل البلد ماشية غلط، أصل محدش بيحترم السواقة. بس ده مش عذر إنك تغضب. أنت كده مش هتعالج نفسك. طول ما أنت حاطط الشماعة على حد تاني أو بتتلمس العذر، يبقى أنت مش هتخلص من الغضب. أصل حد غلط، طب ما طبيعي الناس تغلط. مين قال الناس مش هتغلط؟ لكن مش معنى إنه غلط إنك تغضب بالطريقة الغلط. فأول علاج للغضب التوبة المستمر. تاني علاج فحص وعلاج الأسباب. بمعنى إيه؟ افرض واحد كنا قلنا عليه طماع والفلوس شغلاه، مهما قلنا له بطل تغضب مش هيبطل. ليه؟ الداء جوه، الداء بتاع الفلوس هو السبب. فلوس كبيرة عنده، فمشغول بالبورصة زيادة والأرقام شغلاه جدا والقرش غالي عليه زيادة، فأنت ما عالجتش المشكلة، فاهمين؟ فحتى لو مسك نفسه مرة تاني مرة مش هيمسكها، لأنه ما تعالجش الداء من أصوله. وهكذا الشهواني، لا مش هتعالج الغضب، عالج الشهوة، خليه يتعود على ضبط نفسه شوية. الشخص المتكبر زيادة، ما هو مهما قلت له ما تغضبش مش هيعرف. عالج الكبرياء. يبقى تاني حاجة افحص وعالج الأسباب اللي احنا عرضنا أكترها قبل كده. علاج آخر للغضب، يبقى احنا قلنا التوبة وقلنا فحص وعلاج الأسباب. تالت نقطة مهمة، الصلاة الداخلية. من الحاجات اللي خبرات القديسين يقولوا، لما الواحد يصلي في سره يبطر الغضب. عارفين بالظبط زي ايه؟ زي كأنك شديت الفيشة، يعني جهاز سخن قوي منك وعاوز تلحقه قبل ما ينفجر، تعمل ايه؟ بتشدش الفيش او بتعمل اوف. اكتر حاجة تفصل الكهرباء عن الغضب هي الصلاة الداخلية. اول ما تلحق تقول ارحمني يا رب، يا رب يسوع ارحم. وخلي بالكوا دي ما بتخلصش في ثانية. ليه؟ لان ساعات شحنة الغضب تبقى عالية، فعلى قد الشحنة العالية على قد ما محتاجة صلاة اكتر عشان تهدي. مرة واحد قال لي، انا قلت ايه؟ قلت ابانا الذي وبعدين شتمت. قلت له لا، مش ده المقصود. انت تقول ابانا الذي وتفضل تقول ارحمني يا الله وتفضل تقول عشان ما تشتمش. هو نجح مؤقتا اول دقيقتين انه قال ابانا الذي، بس الشحنة بتاعت الغضب كانت اعلى فانفجر برضه، فاهمين ازاي؟ يبقى مش شطارة، لا انت كمل. يبقى الصلاة الداخلية مفيدة قوي في انها تعمل ضبط للغضب. طبعا هنا ضبط الغضب معناه على الاقل، خلي بالكم ما في مرحلتين من العلاج، انه ما يطلعش البر. اول مرحلة في العلاج انك لو غضبت ما يبانش لا في الكلام ولا في الشكل ولا في التصرف، فاهمين؟ هتقول انا غلطت في الفكر، معلش اهون شوية، دي قدام شوية عليك، بس على الاقل انت مسكت نفسك، ما غلطتش في كلمة جارحة. يبقى خدنا ايه؟ نص العلاج كده، او تخطينا مرحلة كويسة. فيبقى هنا انت محتاج صلاة داخلية. اربعة، الهروب.
الهروب معناه ايه؟ برضو دي هتقابلنا في علاجات كتير على فكرة. في بعض الاسباب ممكن تلافيها، يعني افرض انت مع الارهاق كل مرة بتغضب، حاول ما تسيبش نفسك الى ارهاق زيادة. يبقى انت عرفت انه مش بتعرف لما بتبقى مجهد قوي ما بتعرفش تمسك نفسك، بتنفجر خلاص، يبقى اهرب من كذا، من انك تبقى مرهق. في شخصية معينة مهما جهد بتنفجر، بتقع قصادها، اهرب منها، حصلش حاجة. في موقف معين لما بتتحط فيه بتغضب، لو قدرت تتفادى. يبقى هنا الهروب مقصود بتفادي المواقف اللي بتغلط فيها، اللي انت مجرب نفسك فيها انه ده ما بيعديش، مهما جملت الصورة في الاخر بلخبط وبعك وبغضب. تدريب اخر او علاج اخر للغضب، بيسموه تغيير الفكر. تغيير الفكر ده تحتيه كذا نقطة، بس طبعا ده بحر طويل، لكن هقولها باختصار او هقول فيها فكرة بسيطة. انه انا شايف واحد بيعمل حاجة غلط تغيظ، مثلا كسر عليا بالعربية بدون اي داعي، هو فعلا غلطان. انا لو سبت نفسي بفكر بالطريقة التلقائية هلاقي نفسي هغضب. ليه؟ مفيش قانون، مفيش احترام، مفيش مبادئ، محدش علمه. لو مشيت في السكة دي يبقى انا ماشي في سكة غلط. من لا يخلو الامر تفتح الازاز وتقول كلمتين، لا مش عاوزين الكلام ده خالص. انت ممكن تفكر بطريقة تانية، تقول ما يمكن الشخص ده ما يعرفش ربنا وبالتالي ما عندوش مبادئ روحية. شوفوا لما المسيح قال اغفر لهم لانهم ايه؟ لا يعلمون. اذا قدر يلتمس عذر لناس مش بتغضب، دي ناس مفترية، دي ناس مجرمة. انما هنا تغيير الفكر انك تحط فكرة تطلع بيها بعذر مثلا، تتلمس العذر. او فكرة اخرى، انا رب انت مديني كل حاجة، الناس دي ما خدتش ربع اللي انا خدته من معرفتك ومن الروح القدس، وماله لما يخبطوا العربية ولا يسبقوني ولا يهنوني ولا يعني نسيب لهم الفكة، يعني مش دي القضية. يبقى انت لحقت دماغك وفكرت بطريقة ايجابية، فغيرت دماغ، عملت دماغ بس بطريقة روحية، حفظتك من الانفعال. طبعا بتعمل دماغ بطريقة روحية، محدش يفهمني غلط. علاج نمرة كذا، احفظ آيات ضد الغضب ومع أو في اتجاه الهدوء والوداع. خلي بالكوا الآباء يحطوا الخطية يحطوا عكسها الفضيلة بتاعتها، فيقولوا مثلا تعالى احفظ شوية آيات عن الغضب. مجرد حفظك لآيات ضد الغضب هيساعدك تبطل، أو حفظك آيات في اتجاه الوداعة أو الهدوء اللي هي عدو الغضب هيساعدك تغلب، لأن كلمة ربنا قوية. يعني مجرد تحفظ آية بتقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله، طيب ما دي هتساعدك. من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، دي هتساعدك. واخدين بالكم؟ تعلموا مني لأني وديع، هتساعدك. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الآيات بتصد الخطية وبتردع. نقطة كمان، الاعتراف الأمين. يعني إيه؟ في واحد لازم أسأله كل مرة في الاعتراف بتغضب، يقول لي طبعا. ما هو طبعا أنت قلتش ليه؟ يعني لازم أسألك إذا كانت خطية. وفي واحد لا، كل مرة، ده في ناس تيجي في الاعتراف تقول الشهر ده غضبت 3 مرات، يعني بيعد على نفسه. فطبعا دي معناها فحص ومعناها أمانة. خلاص يا جماعة 33 ما حصلش حاجة بس عدوها. الاعتراف يا جماعة له دور هنا، لأن كل ما تفضح الخطية وباسمها، ما تقولش مثلا إيه انفعلت، لا اسمها غضبت، ما اسمهاش انفعلت، أو استفزوني، لا ما فيش حاجة اسمها استفزوني، أنا غلطت. لأنه ساعات الواحد وهو بيعترف يجمل الصورة كده، ده يعطل توبتك.
خليك صريح مع نفسك وصادق، قولها زي ما هي كده. ولو غضبت وشتمت تبقى غضبت وشتمت، مش بس غضبت، فاهمين الفكرة؟ يبقى انت كمان واضح في اعترافك، دقيق امين، لان ده يساعدك انك تتحرر من الخطيه. اخر نقطة انك تطلب معونة ربنا، وبرضو دي هتبقى نقطة ثابتة في علاج كل الخطايا. يا رب شيل مني الغضب، يا رب ساعدني ابقى وديع زيك، قويني على نفسي يا رب. ده بقى مش في لحظة الغضب، خلي بالكوا الصلاة الداخلية اللي قلناها في الاول دي احنا نقصد بيها ايه؟ في الموقف، انك في موقف يستفزك بتلحق وتصلي. لا انا بتكلم في الاخر، طلب المعونة ده من اول اليوم واخر اليوم بعيد عن المواقف. يا رب انا لسه في حدة، انا لسه في عصبية، انا مش عارف احب الناس كفاية، انا بتعصب بغضب، وشي مش مريح للناس، الناس مش بتشوف فيا الوداعة بتاعتك. يبقى انت هنا منك لربنا عمال تطلب وداعة، ده بقى ايه بالسنين دي، دي متخلصش في يوم وليلة طبعا. يبقى دي بعض كده طرق علاج الغضب.